قاربت أدويتك على الانتهاء وتحتاج إلى إعادة صرفها وإرسالها إليك عبر البريد الدوائي، يمكنك ذلك من خلال الدخول على موقع أو تطبيق التخصصي. بعد الدخول قم باختيار الخدمات، ومن ثم اختر أدويتي، وقم باختيار الدواء الذي ترغب بإعادة صرفه من قائمة الأدوية الحالية. اختر طلب إعادة صرف، ومن ثم اضغط على نعم لتأكيد طلبك، ثم حدد طريقة استلام الدواء، إما مباشرة من صيدليات المستشفى أو عن طريق الاستلام من البريد للمرضى المقيمين خارج مدينة الرياض، جدة أو المدينة المنورة. قم باختيار استلام من البريد، ومن ثم قم بتسجيل عنوانك، المدينة والحي واسم الشارع ورقم الجوال الذي تريد التواصل من خلاله، ثم قم بإرسال الطلب. ستصلك رسالة تنبيه باستلام طلبك وتنفيذه. نسعد بخدمتك أينما كنت.